السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص النموذج رقم 4، يعني فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصوا مادة النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي. إذا درت معكم مجموعة من الفروض في القناة، غير بحثوا عليهم وغادي تلقاهم، وإن شاء الله كنوعدكم أنكم غادي تستفدوا منهم. إذا درت معكم النشاط العلمي هذا غادي يكون نموذج رقم 4، يعني درت معكم نموذج رقم 1، نموذج رقم 2، والنموذج رقم 3، واليوم نموذج رقم 4. بالنسبة لا لونغ فرونسيز درنا لا كومبريونسيون دو ليكري، درنا كذلك لا غرامير، لا كونجوغيزون، ليكسيك، لورثوغراف اي لا برودكسيون دو ليكري. هادشي كامل عندي في القناة بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. إذا مرحبا بالجميع ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا هنايا في هذا الفرض عندي 4 ديال الأنشطة، نشاطين باللغة الفرنسية ونشاطين باللغة العربية، صافي. إذا نبداو بالنشاط الأول اللي عليه 3 ديال النقط اللي هو أون فرونسي. جو كومبليت لي فراز أفيك سو كي كونفيان. دونك هاد لي فراز هادو غادي نكملهم بهاد الكلمات اللي عندي هنايا: دينامومتر، بالانس، بوا، ماس، ميلانج، شونجمون ديتا. دينامومتر هو واحد الجهاز او جهاز الدينامومتر الذي يقيس وزن الجسم، بالانس هو الميزان، بوا هو الوزن، لاماس اللي هي الكتله، ميلانج خليط، شونجمون ديتا ستادير تغير الحاله الفيزيائيه للماده، صافي. دونك لا دان كور اي سا كاليتي دو ماتيير تاندي كو سون اي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور. كاليتي دو ماتيير ستادير كمية المادة ولا نوعية المادة. اذا كمية المادة كنتكلمو على الكتلة، دونك لا ماس، دونك لا ماس نكتبو لا ماس، هي مشات لينا لا ماس. لا ماس دان كور اي سا كاليتي دو ماتيير، صافي. Tandis que son est la force exercée par la terre sur ce corps. القوة التي تطبق من طرف الأرض على هذا الجسم. شنو هي القوة التي تطبق على الأرض من طرف الجسم؟ هي قوة الجاذبية، يعني قوة الوزن، وزن الجسم. Et son poids, est la force exercée par la terre sur ce corps. صافي. La masse est mesurée par une. إذن الكتلة تقاس بايش؟ بايش كتحسب الكتلة؟ بالميزان، صافي؟ دونك بار اون بالانس، اون بالانس، بالانس، مشات لي بالانس، مشات بوا، دونك اي لانتونسيتي دو بوا اي ميزوري بار، والشدة ديال الوزن تحسب أو لا تقاس بايش؟ بالدينامومتر، داكوغ؟ بار ان دينامو، دينامو mètre, ça fait dynamomètre. Mais donc la masse est mesurée par une balance et l'intensité du poids est mesurée par un dynamomètre, ça fait. C'est bien. La masse d'un corps ne variait pas après, ou bien ne variait pas après un quoi. Donc le kutla ديال واحد الجسم ما كتغيرش من بعد ماذا؟ بعد واحد التغير ديال الحالة الفيزيائية، changement d'état par un après un changement d'état. Changement d'état. Ça fait changement d'état. La masse, donc à Dimchès, la masse totale des constituants d'un ne variait pas après avoir été mélangée. L'écoute l'ijmalia d'yel m'bad l'moukouinaz, d'yel wahd l'khalet, ma katrayash m'bad l'khalet d'yelha. Donc d'yel wahd l'khalet d'un mélange. Ça fait d'un mélange. D'un mélange. C'est bien. Je répète la lecture. La masse d'un corps est sa qualité de matière, tandis que son poids est la force exercée par la terre sur ce corps. La masse est mesurée par une balance et l'intensité du poids est mesurée par un dynamomètre. La masse d'un corps ne varie pas après un changement d'état. La masse totale des constituants d'un mélange ne varie pas après avoir été mélangé. Donc, on va maintenant le nashat rakm 2. Tabou maya. Nashat 2 متعلق بالوحده الرابعه. اذا نعتبر الشكل جانبه رسم لاعضاء توالد فار. اذا هذا الشكل كيبين لي رسم لاعضاء توالد واحد الفار، صافي. إذا السؤال الأول، هل هي أعضاء تناسلية أنثوية أم ذكرية؟ إذا واش هي أعضاء تناسلية أنثوية، يعني ديال الأنثى ولا ديال الذكر؟ إذا هنايا أعضاء تناسلية مالها؟ ذكرية. ذكرية لماذا؟ إذا ما هي المميزات أو لا هي الملاحظات اللي ممكن
انطلاقا منها انني استنتج بان هذه الاعضاء اعضاء تناسليه ذكريه. اذا اول شيء هو هذا الرمز، هذا الرمز هذا هو رمز الذكر. اذا وجود، لماذا؟ لانه او لا لوجود رمز الذكر، غير لوجود رمز الذكر، لان الرمز ديال الانثى هو هذا العكس. اذا هنايا هذا الرمز ديال الذكر وهذا الرمز ديال الانثى، وبالتالي هذه اعضاء تناسليه ذكريه لوجود رمز الذكر. السؤال الموالي: اتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. اذا عندي ثلاثه ديال الكلمات وعندي ثلاثه ديال الفراغات، واحد اثنان ثلاثه. اذا واحد، واش هي قناه منويه خصيه او لقضيب؟ اذا هي خصيه، صافي خصيه. إذا عندي هاد الفأر أو الذكر عنده جوج ديال الخصيات، خصيتين، صافي. مزيان. رقم اثنان ماذا تمثل؟ إذا الخصية طارس. إذا رقم اثنان يمثل قناة منوية. هاد القناة المنوية عبرها يمر السائل المنوي، صافي. إذا قناة منوية هي هذه. ثم هنا عندي قضيب، قضيب، صافي قضيب. سؤال موالي: أعطي عنوانا مناسبا للرسم. شنو هو العنوان المناسب لهذا الرسم؟ إذا العنوان المناسب، إذا نديرو أعضاء تناسلية أو أعضاء الجهاز التناسلي، تناسلية ذكرية. إذا أعضاء تناسلية ذكرية للفأر، صافي. يعني كنتكلموا على الحيوانات الولودة، صافي. بالنسبة للسؤال الأخير: أذكر دور العنصر رقم واحد. العنصر رقم واحد هي الخصية. إذا الدور ديال الخصية شنو هي؟ إذا العنصر واحد الخصية، الخصية. إذا الدور ديال الخصية هو إنتاج ماذا؟ هو إنتاج الحيوانات، حيوانات المنوي. إذا عبر الخصية أو الخصيتين يتم إنتاج ماذا؟ الحيوانات المنوية التي تنتقل عبر القناة المنوية، مفهوم؟ إذا الخصية دورها إنتاج الحيوانات المنوية بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى عندها المبيض الذي ينتج البويضات، صافي. دوزو النشاط الثالث اللي هو اون فرونسي. جيكري اون فراز كوريكت ان اوتيليزون لي مو سويفون: لا فيكونداسيون، سبيرماتوزويد، لونيون، لوفول، اي دان، اي دان. دونك هنا عندي واحد الجمله مخربقه، غادي نحاول نرتبها، صافي. دونك لا فيكونداسيون اللي هي الاخصاب، ثم عندي سبيرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنويه، لونيون اللي هي اتحاد، لوفول اللي هي البويضه، اي سي لو فيرب، دان، اي دان. و اذا نبداو باي اول حاجه هي لا فيكونداسيون، الاخصاب. لا فيكونداسيون قريناها في الدرس، لا فيكونداسيون او لا الاخصاب، وهو التقاء ماذا؟ التقاء الحيوان المنوي او الاتحاد حيوان منوي مع البويضه، صافي. دونك لا فيكونداسيون اي لو فيرب، لا فيكونداسيون اي لونيون، هي واحد الاتحاد، لونيون ديالاش. دونك هي مشات هادي، مشات هادي، مشات هاد لونيون، لينيون دان كوا، دان نوفول ديال واحد البويضة، دان نوفول، ايدان هادي مشات، ايدان سبيرماتوزويد، صافي سبيرماتوزويد. دونك لا فيكونداسيون هي الاتحاد ديال واحد البويضه مع الحيوان المنوي، صافي. دوزو للنشاط الرابع والاخير، وهو نشاط المطلوب هو الاجابه بصح او خطا، اجب بصحيح او خطا. اذا كانت العباره صحيحه ساكتب صحيح، واذا كانت خاطئه ساكتب خطا. اذا العباره الاولى: يتطلب توالد الحيوانات تواجد كل من الذكر والانثى. نعم، اذا باش تولدنا الحيوانات خصنا يكون عندنا الذكر والانثى، ضروره وجود الذكر والانثى لحدوث التوالد عند الحيوانات. اذا صحيح، نعم. ندوزو العباره الثانيه: ينمو الكتكوت في رحم امه الدجاجه. اذا ينمو الكتكوت، ان الكتكوت ما كينموش داخل رحم امه بل داخل البيضه، وبالتالي هنا عباره خاطئه. الذي ينمو داخل رحم امه وهو العجل الصغير، صافي. تنتج الخصية الحيوانات المنوية. إذا حنايا شفنا الفوق شنو هو الدور ديال العنصر رقم واحد اللي كان هو الخصية. الخصية كتنتج لنا الحيوانات المنوية، إذا صحيح. العبارة الأخيرة: تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. إذا التحول ديال واحد البويضة باش تولي لنا بيضة ما كتحتاجش حيوان منوي. هنا هي عبارة خاطئة،
لانه ضروري خصنا التقاء ديال البويضه بحيوان منوي باش يعطيونا بيضه. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره، النموذج رقم 4 ديال ماده النشاط العلمي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، زيدوا دعموا القناه بالبارتاج مع الاصدقاء والصديقات ديالكم باش توصل اكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات ويستافدوا اكبر عدد من التلميذات والتلاميذ ان شاء الله المغاربه. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.